ولمزيد من المتابعة يسعدنا أن ينضم إلينا من مدينة فاس بالمغرب عبر سكايب الصحفي المتخصص بالشأن الرياضي الأستاذ محمد الخراز. صباح الخير عليك أستاذ محمد. يعني تابعنا بالأمس مباريات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، واللي شهدت فوز بايرن ميونخ على باريس سان جيرمان مجددا وتأهله للدور ربع النهائي وخروج النادي الفرنسي المليء بالنجوم. إزاي تابعت مباراة الأمس؟ أكيد أول شيء نرحب بك ونقول صباح الخير يعني على اللي معانا على غرار الأغنية الشهيرة المصرية اللي نحبوها، وتحية لكل الشعب المصري بطبيعة الحال. لو نعود إلى مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان أمس، هو درس آخر تلقاه نادي الباريزي بأنه ليست الأموال وليست الأسماء الكبيرة أو السوبر ستار هي التي تكون دافع دائما حتى تفوز بدوري أبطال أوروبا، ولكن المجموعة ونوعية وجودة اللاعبين هي التي دائما ما تعمل الفارق. احنا الأمس لما نشاهدوا تشكيلة نادي باريس سان جيرمان التي لعبت أمام نادي بايرن ميونخ ونقارنوها مع نادي بايرن ميونخ، نشاهدوا فرق كبير ما بين فريق يعني لا يستحوذ حتى على 11 لاعب ثابت قادر على أنه يفوز في المباريات الكبيرة. بالجهة المقابلة نادي بايرن ميونخ أمس يلعب من غير بافار، يلعب من غير كانسيلو، يلعب من غير نصير مزراوي لاعب المنتخب المغربي، يلعب من غير ساني، يلعب من غير جنابري. على الرغم من كل هذا يعرف كيف أنه يحافظ على نتيجة مباراة الذهاب اللي كان فاز بها بهدف مقابل صفر ويأكدها بهدفين مقابل صفر. دائما ما كان الباير نقطة تحول لمجموعة من اللاعبين. احنا لو نعود شوية للوراء ونتحدث مثلا على تشوبو موتينغ، هذا الذي كان دائما خيار لصفقة مجانية لكل النوادي، اليوم أصبح قطعة أساسية في نادي بايرن ميونخ. ولكن لما نقول بايرن ميونخ نقول الهيكلة الإدارية المحكمة، مثل ما نتحدث مثلا على الكرة المصرية على سبيل المثال بالنادي الأهلي المصري، خاصة يعني مع المجلس الإدارة الذي يتكون من لاعبين سابقين. فبايرن ميونخ هو خير درس والدرس الكبير وخير مثال للنوادي الكبيرة المهيكلة إداريا وفنيا ومن جميع النواحي.